من أجل غد أفضل كانت جمعية ساعد جمعية قدرت تثبت وجودها بأصعب الظروف، فريق قدر بطموح وشغف وحب يحقق الغاية المنشودة. ساعد هو الاسم يلي لمع بالأزمة اللي كانت قاسية علينا وقدر يخفف شوي من هالألم. أكيد سلمى، بشهر رمضان شهر الخير قامت جمعية ساعد بمبادرة خسى الجوع، وكانت السباقة بهذه المبادرة لأعوام لترسم فعلا البسمة، ويكون شهر رمضان اسم على مسمى بشهر الرحمة والعطاء. لنتعرف أكثر على التفاصيل بهالشهر وهالمبادرة لهالسنة معنا الأستاذ عصام حبال مدير جمعية ساعد. أهلا وسهلا فيك، رمضان كريم. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير وكل عام وانتم بخير. وانت بخير يا رب. يعني كل سنة متعودين دايما على مطبخ جمعية ساعد، خلينا نحكي هيك كمان السنة شو صار رقم المطبخ ووين كمان متواجدين؟ رقم 7 السنة السابعة الحمد لله على التوالي. المطبخ بمكانه عن الباب الخلفي للجامع الأموي عند درج النوفرة. هلأ الشيء اللي صار له 3 سنين وكان شيء خلينا نقول أنه عطى دافع أكبر لساعد هي المبادرة اللي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقمتنا سوا، اللي جمعت كل المطابخ بسوريا، وطبعا عم يشتغلوا كلهم بنفس الروح ليقدموا للمحتاج بهذا الشهر الكريم. دائما جمعية ساعد بأي مبادرة عندها أهداف وأسس معينة، وفعلا عم يتكرس بهالشباب اللي عم نلاقيهم. ما في حدا بمر من قدام الجامع الأموي إلا بيقول إنه عم شوف شباب بعمر الورد عم يطبخوا، عم فعلا عم بيعطوا من قلبهم. خلينا نحكي عن الهدف هي السنة، وخاصة إنه سنة عن سنة عم تتحسن الأحوال، ممكن نرتاح بحالة معينة، نتضايق شوي بحالة معينة، فهالسنة شو كان هدفكم؟ فعليا السنة شايفين الوضع هلا، في امتحانات، في جامعات بعدها فاتحة، في عالم بعدها بوظائفها الصيف بعده أو خلص، يعني ما لسه ما قربنا عليه، ما بنعرف إذا بده يجي ولا لا كمان. ففعليا في شباب عم يتركوا دراستهم، عم يكونوا موجودين، بيعتبروا هذا الشهر بالنسبة لهم هو شهر العمل، الشهر اللي هن بيرتاحوا فيه، بدهم يقدموا شيء لمجتمعهم، فعم يلاقوا ثغرة يكونوا موجودين فيها ليتعاونوا مع ساعد ليقدموا وجبات للعالم. متمنى السنة فعليا هيك توسع شوي المطابخ أكثر، يعني احنا مرقت علينا 3 سنين ماضيين كان في عنا 7 مطابخ ب7 محافظات، السنة في عنا ب4 محافظات. متمنى هاي المبادرة ما تكون حكر لساعد أو تكون حكر لمجموعة أو جمعية، يعني اليوم نحن بنقول على طول الفكرة هي ملك المجتمع، فأي حدا بأي مكان حب يعمل هذا الشيء بإمكانه يعمله إن شاء الله ب10 وجبات، يتعمم ب10 وجبات ما عندنا مشكلة، ونحن جاهزين نساعده بأي مكان كان موجود فيه. متمنى إن شاء الله بالسنين القادمة يكون هو طقس مو أكتر، ما يكون في محتاج، ولكن خس الجوع أو لقمتنا سوا طقس من طقوس بيئتنا. طبعا كمان ما ننسى احنا اليوم انه بيئتنا هي عودتنا او هي موجوده بالاصل بهيك على تبادل الخير وعلى الرحمه. صحيح. يعني يمكن ان شاء الله هيك السنه الجايه مثل ما قلت بتكون هي المائده هي مائده لكل مر تماماً. بوقت الافطار فقط لا غير، صار طقس. ولكن يعني كمان السنه عم نشوف في تطور بجمعيه ساعد من خلال توصيل حتى الوجبات، يعني يمكن اشتركتوا مع يلا على البسكليت تماماً. خلينا نحكي عن هي الجزئيه وكيف عم تحاولوا توسعوا بأداء كمان عمل الشباب خلال فترة رمضان. هلا بالنسبة خلينا نقول علاقتنا أو شراكتنا مع الجمعيات أو المؤسسات أو الفرق أو الأفراد اللي حابين يكونوا جزء من المبادرة، هذا الشيء بيشرفنا. شباب يلا على البسكليت كتير شباب منفعل، شباب حابب يقدم لمجتمعه. اجتمعنا مع بعض واتفقنا على أنه يكون في عنا فقرة بنهاية اليوم، يعني الفترة اللي هي ممكن يكون الواحد بعده بالشارع، ممكن يكون بعده ما وصل لبيته، ممكن يكون مقطوع، فهون هدول الشباب اللي على البسكليت بيقدموا له الوجبه ليقدر ياكلها بين ما يصل لبيته، ليفطر بين ما يصل لبيته. في كمان شباب بطريقك ساعد، الشباب اللي اطلقوا المبادره اللي هي ممكن يوصلوا بعض بدون ما يعرفوا بعض ولكن يقدموا خدمات لبعض، كمان حبوا يكونوا موجودين معنا. عم نرسم استراتيجيه لهذا الموضوع لنقدر نشتغل عليها. شباب فالوجيين سوريا بتجمعنا نفس المبدا، كمان عم يشتغلوا على هذا الموضوع. اليوم كلنا لما بنكون ايد واحده نصنع نجاح كتير كبير، لما بنكون لحالنا صدقا لو كنا ناجحين ما بناخذ البسمة الصحيحة، جمعتنا هي نجاحنا. ونحن متمنى من الكل نكون مع بعض، يعني
هو اسم خس الجوع في كثير من الشهامه، وبترجعنا هيك لايام زمان، انه النجار لما كان يقول جاره خس الجوع او حدا يقول لك خس الجوع، يعني انه شغله كبيره، ما في حدا جوعان بسوريا. هي صدقا خس الجوع اقوى كلمه عاطفيه، صحيح، يعني فيها شهامه، اقوى كلمه عاطفيه. يعني انا اليوم لما بفوت على البيت بقول لها لوالدتي انا جوعان، اول كلمه بيطلع منها انه خس الجوع يا حبيبي. لعند صديقي نفس المبدا، لعند اي حدا. فهي فعليا اقوى كلمه عاطفيه ممكن اليوم نحكيها، وهي من بيئتنا. أكيد. يعني هي من بيئتنا السوريه فعليا. فلما اطلقناها اطلقناها عن محبه، عن عاطفه، ما اطلقناها لانه في عنا جائع. فعليا سوريا لغايه اليوم ما فينا نقول فيها جائع ابدا. ممكن محتاج، ممكن اليوم الظروف قست عليه شوي، ممكن تضايق، ولكن اكيد ما في جائع، والحمد لله ما سمعنا بحياتنا انه في عنا حدا مات من الجوع. اكيد طول ما هيك في هالخير بهالشباب اكيد ان شاء الله ما حدا بيكون جوعان، بينام جوعان بسوريا. خلينا نحكي شوي عن الاجواء تبع المطبخ. اكيد الشباب يعني في منهم صايمين، في منهم يمكن ما بيلحق يشرب كاسه مي لحتى يقدم يمكن الوجبه او الاكل ويلحقوا اكثر عدد وجبات. احكي لنا كيف تكون الاجواء، العلاقه بيناتهم، يعني هيك المشهد العام وقت الاذان. فعليا خلال السبع سنين صار في عنا خلينا نقول تكتيك، يعني صاروا حتى المتطوعين يعرفوا شو بدهم يعملوا. ففي حدا صار مختص بالجلي، هذا الزلمه خلص روح قلبه يجلي، فاوكي راح دغري على الجلي. خلص روح على الجلي. في حدا سريع بالتقطيع، في حدا نفسه طيب على الاكل. كل واحد فينا فعليا حتى المتطوعين صار يعرف اليوم الدور اللي هو ممكن يمارسه. الاجواء فعليا اسره واحده، يعني اليوم عيله واحده. لما بنلاقي انه في عندنا تقصير بمكان بتلاقي دغري اجوا جماعه ثانيين سكروا هذا التقصير، ساعدوا الاخرين بهذا الموضوع. الحلو اللي بيصير باخر اليوم لما احنا بنكون مجتمعين لنفطر، خلص وزعنا الوجبات وخلصنا وطبخنا لناكل نحن، يعني انه شلون ببلشوا في عالم ما لحقوا يصلوا على بيوتهم بيجوا لياكلوا معنا، شلون ببلشوا المتطوعين ينسحبوا مع الطاوله ليفتحوا مجال لحدا غريب او عابر سبيل يجي يوقف بمكانهم. انا هي ما بنساها لانه عن جد بعتبره لهذا الشخص المتطوع قمه في بالنبل. قديش نبيل هذا الشخص، طول اليوم عم يشتغل عم يتعب عم يتعب ليستنى هاللحظه لياكل، اجى حدا بده ياكل بعد له لحتى ياخذ مكانه وعطاه معلقته لياكل فيها. الحمد لله شبابنا بيرفع فيهم الراس. برجع بقول يعني هي الكلمه يمكن قلتها بكل اللقاءات، يمكن الداخليه الخارجيه بالمحافل مطرح ما بكون، بقول المتطوع السوري انبل المتطوع في العالم. هذا المتطوع اللي عم يعطي من وقته وجهده وماله احيانا وتعبه ودراسته. ما بخفيكم انه في عندنا طلاب جامعات احيانا بيوقفوا مواد لحتى يكونوا موجودين معنا بالمبادرات. فقديش نبيل هذا المتطوع اللي عم يقدم هذا الشيء لمجتمعه. أكيد. فهو انبل متطوع في العالم صدقا. يعني اكيد يعني دائما كل سنه بيكون في لكم هي اللمه وهي الجمعه الحلوه، الناس بتتهافت لتروح على المطبخ لانه صار مطبخكم مثل ركن رمضاني خاص. صحيح. اللي حابب يساعد بيروح، حتى انتشرت كثير فيديوهات على السوشيال ميديا عن شغلكم على مدار سنوات. شو الجديد اللي بيحاول دائما ساعد يعمله، مو بس فتره رمضان والتوزيع، حتى يمكن الوصول لاكبر عدد ممكن، وصول لشرائح مختلفه. صحيح. من الناس ساعد احد اهدافها واهم اهدافها هي الحالات الاسعافيه. يعني مثلا في برد وسقعه وثلج، فورا شبابنا بياخذوا الطناجر بياخذوا الغازات بينزلوا على الشارع وقت الثلج، بيوقفوا بيطبخوا ساحلب، هي اسمها محطات ساعد. فبينزلوا لانه في طلاب مدرسه بده يروحوا على مدرستهم 7 7 ونص الصبح، هذا بردان بده يفوت على مدرسته بردان، بيطبخوا لهم ساحلب بالشوارع بيقدموا لهم اياه مجاني. للظهر بيطبخوا شوربة عدس. هي الحالة الإسعافية اللي احنا بنلاقي انه لازم نكون موجودين فيها. بالمدارس وقت المدارس اولادنا بده يروحوا على المدرسة، كمان بيروحوا الشباب ساعد عفوا بوقفوا على بواب المدارس بيشوفوا الطالب اللي شنتايته مشقشقة تعبانة جاي بغراضه بكيس، بكونوا حاضرين له شنتاية فيها قرطاسية كاملة، بينادوا له طبعا بالتعاون مع الإدارة بيبدلوا الشنتاية فورا بيعطوه الجديدة وبياخذوا القديمة، يعني مشان ما حدا يستغله أو ياخذها منه، فبناخذ القديمة بنعطيه الجديدة لحتى يقدر يكون موجود فيها. استجابات اللي بتكون موجودة، مثلا نحن كنا موجودين باستجابة حلب، استجابة دير الزور، استجابة لاذقية، استجابة الغوطة الأخيرة اللي كانت العام الماضي، شباب ساعد نزلوا وساعدوا أهلنا لما طلعوا من الغوطة، أخذناهم على مراكز إيواء، عملنا لهم مطبخ ميداني بقلب المراكز، ساعدناهم بالطبابة. هذا الشيء اللي احنا بنقول اليوم بيوجب علينا وجودنا او لازم نكون موجودين فيه.
اللي هي الحالة الإسعافية هي أهم بند. يعني بنكون ماشيين مثلا بمبادرة ومجهزين لكذا كذا، فبتجي حالة إسعافية بنترك كل شيء بنروح على الحالة الإسعافية، لأنه هي الأهم، هي اللي احنا اليوم لازم نكون موجودين فيها. أكيد أكيد في نشاطات كمان أنتم حابين كتير تكملوا فيها ب 2019، مناسبات كثيرة ممكن كمان تجي غير الانتصارات اللي ممكن يحقق الجيش وما يطرأ من أحداث كمان، فأنتوا شو هلا الخطط اللي ناويين تكملوا فيها بعد رمضان؟ هلا في عنا كثير شغلات، برجع بقول بنشوف الحالة الإسعافية اللي نشتغل فيها، ولكن مثلا هلا نحن عنا على العيد قبل العيد في عنا توزيع البسي على الأطفال لحتى كمان يعيدوا فرح ومحبة، عنا على العيد بالعيد تماما يومين العيد رح يكون في عنا هدية للأطفال بقصر العظم، حيكون في لهم يومين العاب تفاعليه هدايا واو مجاني للاهالي والاطفال اللي ما عنده قدره اليوم يسعد ابنه بامكانه يجي لعنا على القصر، نحن جاهزين نلعبه ونسليه ونعطيه العاب ونعايده. لقدام شوي في عنا طلاب الجامعه، هو هم كبير بالنسبه لنا اليوم، طلاب المدارس هم كبير بالنسبه لنا اليوم، هذا كله عم نحاول نخطط بحيث انه نقدر نساعدهم، نقدر نقدم لهم شيء يريحهم شوي بمسيرة دراستهم اللي هن موجودين فيها. أكيد يعني قبل ما نختم حديثنا بحب أقول لك الخال مثل ما بيحبوا ينادوك الشباب، كل الخال طبعاً. الشباب والصبايا بيساعد، شو بتحب توجه كلمة اليوم لكل يلي عم بيتابعنا على الشاشة بالشهر الكريم؟ بدي أقول لهم كل عام وانتم بخير الحمد لله. خلينا نقول الهم نزاح عن كتافنا، بلشت الزهرة تطلع من الأرض، بلشت سوريا تزهر، ساعدوا بعض، كونوا مع بعض بأي عمل، حتى لو بابتسامة واحدة بكلمة طيبة انت عم تساعد. فبتمنى من الكل فعليا اليوم يرعى هاي الزهرة اللي بلشت تطلع لحتى تقدر تكبر وتنمو، وهيك نرجع نعمر سوريا بمحبة. اكيد نحن بنتشكرك كتير وبنبعت سلام لكل الفريق ساعد ولكل الفرق الشباب اللي عم يشتغلوا بهذا الوقت لفعلا يقولوا انه سوريا بخير. وشو بنقول؟ خس الجوع. خس الجوع. خس الجوع. شكرا لوجودك معنا. شكرا.